الثقافة هي بناء المجتمع الثقافي، بناء المجتمع المتقدم، بناء المجتمع اللي يمشي بركب التاريخ بالتقدم والازدهار والحضارة يعني الجيدة. أهميتها أنه اطلاع الناس على ثقافات العالم، لأن فيها ثقافات متعددة. الاطلاع على ثقافات العالم تعطي غنى لثقافة الفرد الواحد أو المجتمع الكلي ككل. بس كتب المدرسية يضلوا يطالعوا جميع الثقافات، جميع المجالات، جميع إذا ممكن يعني يدرسوا لغات عدة يعني حسب إمكانياتهم، بيكون الأحسن الواحد يطلع على ثقافات غير ما في أحسن. هو العلم أساس كل تقدم وأساس كل حضارة، إذا ما في علم ما في حضارة. ذكرنا في بيشنغاو أنا صار الدواء ده يشوف برد مثلا أصلا خدني تدات ياتر شوف مثلا شو أصلا خدني خندكار مثلا فر اللي هاتنا برتوك شو برنا قالك يعني بسكارو خندن وقالك إيه وش حل خندني حس جينات كرن لما أقول ده هذا بيشنغاو كله جديدن يعني أجوش له هذا كان برتوك شو برنا قادن دبون إيه دي نيزي خندني دبون دبون مثلا ديتنا أفقا بجمال برتوكا أفقا مشان يخش مشان يشقى جدا جدا شي حياة نزي حس كرمه يخندنا برتوكي دقون يجبر ويش يعني شالكي نوصا قلقي باش يشقندنا يشقند قانا ري ثقافة برتوكا شو كانت عما بيت البلاد بي مثلا بيدا كيجبر كمشار جدا هنا وكل كلور وديرو كبر ثقافين بشتي والحاصل شغيري مجارين وجهي دما قلتشتين ولو دنام لدى بلاد به هم كان دانا شي وكفر هم كان دانا شي بكشتي دا او شي دنام خندقان بهم خندقار بهم ايدن شي بلاد به راستي بشنگه هك بي اوائي وكا جارة ديام وجارة غام شدو ديشه كرم كتبونه كا اوقاسي بكفره جاريه كي قلقي باشن بنا پرتوقا جیره، اینو هنی بیشتر از وی بشه گیره. جمعه کبر باش بو، فایبت جهن یا چاپخانه این وانا جمعه گلگی باش بو. لی چه کامه بسگری که خونده ندید تیا، امشی بیستی آینا نه تیم بشه گاهی، بیستی آینا به هم پرتوقانه این مزن بود باجار بین آباد کردن.